برعاية من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، سيقام غدا الخميس افتتاح أعمال منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة بحضور ومشاركة من 500 مستثمر، حيث سيتم نقاش الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع البيئة من إنشاء وتطوير المتنزهات البرية، وذلك لتشجيع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزوارها وتطوير المتنزهات البرية بطرق متميزة وعالية المستوى تشمل المرافق والخدمات اللازمة والأنشطة الترفيهية والترويجية والعائلية كافة، فيما تتمثل الفرص الاستثمارية في القطاع المائي استثمار موقع البرج والخزان واستثمار في مخرجات محطة الصرف الصحي، وتتنوع الفرص في قطاع الزراعة بين إنشاء مدينة للتمور متكاملة الخدمات لتكون وجهة عالمية للتجارة والتصنيع والتصدير، وإنشاء مركز وطني لتشجيع النمط الاستهلاكي للأسماك من خلال تقديم منتجات آمنة ذات جودة عالية يكون لها عائد ثقافي وغذائي على المستهلك، والاستفادة المثلى من مرافق الصيد بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص سياحية تنعكس على العاملين في مجال الصيد وزوار المنطقة والوصول لعلامة تجارية مميزة. وسيسهم المنتدى في تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والمائي في المملكة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعظيم المحتوى المحلي. شكرا للزملاء على هذا التقرير. الحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيوفي لهذا الموضوع، الدكتور محمد النويران الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور. دكتور محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، اهلا وسهلا. وايضا ارحب بضيفي المهندس محمد عذيبي امين عام الجمعيه السعوديه للزراعة المائي. مهندس محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، اهلا وسهلا. دكتور محمد، المنتدى الفرص الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة بيبدأ إن شاء الله بكرة، أعطي الناس فكرة عنه بس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. أولا شكرا على الاستضافة. طبعا هذا المنتدى هو انطلاقا من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
في دمج القطاع العام والخاص والعمل على الاستثمار وفتح فرص الاستثمارية للقطاع الخاص بإذن الله، وبتوجيه من معالي من صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة المدينة المنورة المدينة المنورة، وبدعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائبه وسعادة الوكيل، ارتأينا أن يقوم هذا المنتدى لطرح هذه الفرص في قطاعات ما شاء الله البيئة والمياه والزراعة. يعني الوزارة ما شاء الله عندها فرص كبيرة في هذه الثلاث قطاعات، فسيتم استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع البيئة مثل ثلاث منتزهات كبيرة بإذن الله وطنية مطروحة للاستثمار، في قطاع المياه وأيضا في قطاع الزراعة هناك مدينة التمور والمرافق والاستزراع السمكي ومشاريع الدواجن والمركز الوطني للمنتجات السمكية. هذا المنتدى هو تسليط الضوء لهذه الفرص الاستثمارية اللي تكون في المدينة، بحكم المدينة الميزة النسبية الموجودة في المدينة سيتم تسليط الضوء على هذه المشاريع بإذن الله. جميل. مهندس محمد، يعني أحيانا ننتقد بأنه عندنا مقومات طبيعية ما نأخذ كامل الاستفادة منها بشكل كامل، هذا أحيانا ننتقد فيه كثيرا. هل نحن استفدنا من ناحية المنتجات الطبيعية اللي قاعدة تطلعها أرضنا من ناحية الزراعة المائية وغيرها أسماك وغيرها، أو أنه نحتاج إلى العمل على هالجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بالنسبة لموضوع المشاريع الزراعة المائية، هي الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية، وعندنا الحمد لله بفضل من الله ساحل البحر الأحمر حوالي 2400 كيلومتر، وتوجد فرص كثيرة مناسبة للاستثمار في هذا المجال لما تحظى به ميزات نسبية، درجة الحرارة، جودة المياه، خلق فرص وظيفية في مناطق نائية. هذه من ضمن الميزة النسبية في لمشاريع الزراعة المائية في المملكة. نعم. هل استفدنا منها بشكل كامل ولا نحتاج إلى العمل على الحمد لله الجانب؟ في الحمد لله في حراك، في برامج كثيرة على موضوع، في مبادرات على موضوع التوجيه في الاستثمار أو الاستفادة من الميزة النسبية هذه. الحمد لله مؤخرا تم إنشاء البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية، الجمعية السعودية للزراعة المائي، كلها بتوجيه أو بمرسوم ملكي، وهذه البرامج والبرنامج الوطني والجمعية تعمل على تقليل الصعوبات والتحديات في هذا المجال والاستفادة من الميزة النسبية في المملكة. جميل. دكتور محمد، تكلمنا أنا وأنت تحت الهواء في الغرفة هناك، أنه استغربت أنا حقيقة أنه في المدينة المنورة اللي تقريبا يزورها العديد من السياح دائما ما يسألون عن المنتجات، طبعا يعني اللي عندهم واضح أنه التمور أيضا يحرصون على أخذ التمور من المملكة حتى يذهبون إلى دولهم وهم أخذوا شيء من المدينة بهالجانب، لكنها غير مخدومة عندنا يعني خاصة في المدينة المنورة. يعني ما السبب؟ لذلك تم طرح هذه الفرصة المدينة. خلنا نستعرض بس على يعني على السريع الأرقام وإحصائيات على المدينة. المدينة فيها تنتج تقريبا في حدود 180 ألف طن، 4.5 مليون نخلة متوزعة في منطقة المدينة المنورة، عدد كبير من الزوار المدينة، قيمة الاقتصادية للتمور عالية في المدينة، لكن نحتاج إلى تنظيمها. لذلك أتى هذا المشروع اللي هو مطلب بصراحة. يعني عدد زوار، يعني لو نشوف رحلة الحاج هو ينتهي بالمدينة ثم يذهب إلى المدينة، فلذلك هو هذه نقطة الملتقى أو نقطة الفرص البيعية التي ستحقق بإذن الله في هذا المشروع. أيضا رحلة التمور، نجد تمور المملكة هناك، يعني المراقب من بعيد هناك يعني انتقال للتمور من بلدان المملكة إلى المدينة المنورة لبيعها في مواسم الحج والعمرة ورمضان. يعني هذه
فإنتاج التمور في المدينة إضافة إلى إنتاج المملكة يروح للمدينة لتصديرها مع الحجاج وغيره، أعطانا صورة واضحة لأهمية هذا المشروع. المشروع هذا نتكلم على كان هو يعني بصراحة يعني دعم مع صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن سلمان لهذا المشروع، وأيضا مع الوزير لتسليط الضوء للاستثمار فيه، وأيضا الحصول على موقع مميز كأرض تابعة للوزارة لتحويلها لإقامة هذا المشروع فيها. بصراحة تم تحديد الأرض؟ نعم، الأرض تم تحديدها في حدود تقريبا 1,000,000 متر، تبعد عن المسجد 7 كيلو تقريبا، وتبعد عن المطار تقريبا 17 كيلو، فموقع متميز جدا. دورنا احنا نمكن الاستثمار فيه، ونتوقع لان هذا مطلب في المملكه، نتوقع ان يكون هناك تحالفات لانشاء هذه المدينه، سواء من كان جمعيات التعاونيه التي تعمل في قطاع النخيل والتمور، المستثمرين، الوزاره راح تمكن لهم وتهيئ لهم الجو الاستثماري المناسب. احنا دورنا ان احنا نطرح ما هي المكونات الاساسيه لهذه المدينه. الان وجدنا نجاح كبير في ما شاء الله في القصيم، في الاحساء، مدن التمور، لكن احنا الان نبغى نبدا من حيث انتهوا. نحتاج نشوف المكونات الاساسيه اللي نحتاجها في هذه المدينه، مراكز خدمات، مراكز تصدير، مراكز اسواق ومحلات تجاريه، واهمها المخازن. المخازن التي ستستقبل تمور المملكه او تمور المدينه من انحائها، واعاده بيعها وبيعها في الاسواق التي ستبقى. طيب مهندس محمد، الاستزراع السمكي والاستزراع ايضا بالنسبه للاستثمار الزراعي، ما هي الصعوبات اللي ممكن تواجه المستثمر في هذا القطاع، ومن هي الجهه المسؤوله على حل يعني التحديات؟ موضوع أي مجال الاستثمار طبيعي راح تكون أمامه تحديات كبيرة، والحمد لله يعني مع الجهة المسؤولة أول شيء هي استثمار الاستزراع السمكي، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأنشئ البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وأحد البرامج المسؤولة عن تذليل وحل بعض الصعوبات والتحديات أمام هذا المجال في الاستثمار. والحمد لله عملنا مع جهات كثيرة ذات العلاقة يعني في تقليل هذه الصعوبات، من أهم ما وضع معايير أو ضبط الاستيراد والتصدير، رفع مستوى الجودة، رفع وعي أو التوعية للمستهلك باستخدام أو باستهلاك المأكولات السمكية، جودة الأسواق، رفع جودة الأسواق الأسماك، وضمن البرامج هذا اللي راح تطرح في المدينة المركز الوطني للمنتجات السمكية. نعم. جميل دكتور محمد، إذا تم إنشاء هذه أو انتهاء من هذه المدينة، كيف ممكن تسهم هذه المدينة في دعم صناعة التمور في المدينة المنورة؟ ستساهم كثير. هذا رؤية هدفنا، والهدف الاستراتيجي لهذه المدينة هي أن تبنى مدينة متكاملة الخدمات لتكون وجهة محلية أو عالمية لتصدير التمور وصناعة التمور. بس هذه تحتاج إلى مستثمرين جدد، جدد أو التحالف أو الموجودين أو التحالفات اللي راح تصير هناك، يعني توجه ودعم كبير من الوزارة للجمعيات التعاونية سواء كانت اللي في المدينة أو اللي في المملكة، أنها تقوم في هذا. الجمعيات هم ملاك المزارع، هم ملاك فالهدف من هذه المدينة أن يكون تنموي وليس فقط اقتصادي، تنموي وفتح فرص وظيفية، الرجوع للمزرعة والحصول على قيمة اقتصادية من المزرعة. طيب هنا وين دور عيال المنطقة، رجال المدينة المنورة؟ لأنه بصراحة هذا أيضا فرصة للأجانب أيضا، يعني للدخول في أخذ هالفرصة. أنت كيف تشوف رؤيتك على هالجانب؟ والله إحنا نعمل يعني بالقرب مع أكثر من جهة، من جهات معنية كثيرة، وليس يعني
نتفرد بهذا العمل. لذلك قلنا راح تصير في تحالفات، نعمل مع هيئة تطوير المدينة، فيه كلام اشتغلنا مع هيئة الاستثمارات العامة باستقطاب مستثمرين من خارج المملكة في هذه المدينة. المجال مفتوح الآن، نحن في مرحلة تسليط الضوء وطرح المكونات الأساسية اللي نحتاجها في هذه المدينة، وستدرس 3 أو 4 آليات للاستثمار في هذه طريقة الاستثمار. طبعا المنتدى بيساعدكم 500 مستثمر بإذن الله. يعني هل ممكن أنها تجذب المدينة عدد كبير من المستثمرين ولا لا؟ طبعا المدينة تتميز، الميزة النسبية في المدينة كثيرة، أعداد الزوار، أعداد حتى السكان يعني الموجود فيها، القيمة الاقتصادية، الارتباط الديني لزراعة النخيل فيها والتمر. جميل. فيها مهندس محمد، ماذا يعني إنشاء مركز وطني تشجيع النمط الاستهلاكي للأسماك وما هي أهدافه؟ هو أحد الفرص الاستثمارية التي سوف تطرح في هذه الفعالية. والهدف من المركز هو إنشاء توفير منتج محلي يخضع لمعايير الجودة العالمية ويطبق أفضل الممارسات العالمية. وراح يكون المركز هذا ضمن أو مكونات حديقة مائية، مطاعم، مركز لتوعية المستهلكين للأسماك، منافذ للبيع، وراح يخضع سلسلة الإنتاج الكاملة من الصيد أو من المزرعة إلى المستهلك النهائي. نعم. طيب الآن هل تحتاج إلى مستثمرين جدد ولا مجرد بعض التنظيمات فقط هي ممكن تحل المسألة؟ بعد طرح الفرصة هذه راح يكون استقبال طلبات المستثمرين، وراح يكون تقييم هذه أو تأهيل الطلبات هذه، ومن ضمنها بعدها يحدد المستثمرين. ممتاز. نعم. نشاهد معكم أعزائي المشاهدين الفرص الاستثمارية المطروحة خلال منتدى البيئة والمياه والزراعة، وبعد ذلك نعود. دكتور محمد، إذا جينا نتكلم على صناعة التمور في المدينة، هل البيروقراطية الحكومية أحيانا لها دور في خلق المشاكل في هذا القطاع ولا لا؟ والله هي خلنا نتكلم الوضع الحالي. الوضع الحالي الحمد لله الأمور متسهلة بكثير يعني، والتواصل بين التاجر والمسؤول صار بشكل مباشر وسهل وسلس يعني الحمد لله. يعني أي إجراءات يعني التاجر ايش بيكون بحاجة المسؤول فيه؟ يعني الخبر أنه مزارع تراخيص تراخيص ممتاز. نتكلم عن التراخيص، هل يأخذ وقت إخراج تراخيص لبيع تمر محل تمور؟ ما أتوقع أنه راح ياخذ وقت كثير حاليا. الوضع الحمد لله يعني حتى في الجهات الاخرى من الوزارات الاخرى المعنيه
للحصول على التراخيص اللازمة. الآن موضوع كله صار إلكتروني وسهل وسلس ولله الحمد. خاصة الفترة الحالية أيضا فيه يعني دراسة قاعدين ندرس وش كيف نسهل العملية أكثر وأكثر، مو بس لتجارة التمور، حتى للمزارع والتصدير مباشرة، للمزارع والمصانع. الآلية كلها، المنظومة كلها قاعدين ندرسها، والحمد لله وصلنا إلى نتائج بإذن الله راح تطرح قريبا بإذن الواحد الأحد. والمدينة أحد الأمثلة التي سوف نطرح فيها هذه المنظومة المتكاملة بإذن الله. جميل. مهندس محمد، نفس السؤال، هل البيروقراطية أحيانا في استخراج تراخيص خاصة مثل هالمشاريع هذه اللي يعني البلد بحاجتها بشكل واضح، هل تأخذ البيروقراطية لها جانب تحتاج إلى تسريع في الجانب أو لا؟ في السابق نعم، يعني الحين انحلت كل مشاكل البيروقراطية؟ لا ما انحلت، لكن على كلامكم انحلت. لا في السابق، أنا أقول لك في السابق نعم، لكن الحين يعني جاري العمل على تذليل الصعوبات، لأنه المشروع الزراعة السمكي يعني يحتاج له رخصة بيئية، راح يحتاج له دراسة جدوى، يحتاج له هذه كم إذا جيت أبى أطلع رخصة بيئية كم أقعد ألبا ما تخلص؟ الآن هي كانت في السابق هي كانت اسمها وزارة الزراعة، الآن اسمها وزارة المياه، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحمد لله صار يعني كلها تحت مظلة وزارة واحدة. وهذه يعني نومن تماما إن راح تعالج الكثير من الأمور. يعني الآن يعني كل إذا جيت بطلع مثلا مزرعة سمكية مثلا في وزارة واحدة ما احتاج اروح اول اكثر من جهة، اكثر ايه اول اكثر من جهة، لانه البيئة كانت مستقلة، والان كلها تحت الثروة السمكية تحت اشراف. طب كم تقريبا؟ والله وقت ما يحضرني التاريخ، لكن في السابق كان يوصل السنة، سنة واحدة ما أخلص جميع في السابق. الآن في مع ضمن البرنامج الوطني أعضاءه هم من الجهات ذات العلاقة، من حرس الحدود، من البيئة، من البلديات، من نفس الوزارة نفسها. يعني البرنامج الوطني اللي يدير البرنامج الوطني رئيس مجلس إدارة معالي الوزير، والرئيس التنفيذي يعمل في الوزارة. نعم، وهذا البرنامج أنشئ فقط لي تطوير قطاع الثروة السمكية بالكامل، إن كان مصيد، مصائد أو استزراع أو خلافه. ممتاز. المشاكل المزارعين تتلخص في ماذا دكتور محمد؟ تقريبا ما معنى إلا ترى دقيقتين أو أقل بعد، فاحتمل اللقاء على النهاية. مشاكل المزارعين تتلخص في ماذا؟ أنت شو تشوفها في أكثر شيء الآن؟ أكثر المشاكل اللي تواجه المزارع هي الخدمات. لذلك بعد وش اللي سويناه الفترة الأخيرة؟ جلسنا سمعنا من المزارعين إيش تبغون، حولنا كل مشاكلهم هذه إلى فرص استثمارية، درسناها دراسات جدوى ستطرح قريبا بإذن الله. هذا هو باختصار يعني الخدمات، يعني وجود نقص في الخدمات، نتكلم عن تمر المدينة وش يفرق عن البقية؟ كل تمر المملكة تتميز بمميزات معينة. المدينة تتميز بالارتباط التاريخي بالرسول صلى الله عليه وسلم، طيب. كلها ما شاء الله مميزة وتمورنا يعني. دكتور محمد نويران، شكرا جزيلا لك، رئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الحلقة. والمهندس محمد عديبي، أمين عام الجمعية السعودية للزراعة المائية، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذه الحلقة. والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على تخصيص وقتكم الثمين بمتابعتنا. تقبلت تحياتي فيصل أحمد شلوب وتحيات باقي فريق عمل ساعة في الاقتصاد. إلى اللقاء.